تمت فعالية قبل قليل أمام شارع الشهداء. هذه الفعالية رفضاً لتواجد المستوطنين في قلب مدينة الخليل، ورفضاً للمسير وإحياء الطقوس الدينية الاحتلالية وسط مدينة الخليل. وكانت رسالة النشطاء بأننا لن نقف إلا صامدين في وجه الاحتلال ومرابطين في وجه الاحتلال والاحتلال إلى زوال. الجميع يرى كيف اقتحم المستوطنين وقمع هذه المسيرة من قبل مئات الجنود الذين قمعوا النشطاء على مدخل شارع الشهداء.